أغنية مشيت خلاص للفنان وائل جسار، حنسمعها دلوقتي بصوت سعد مجرد من المغرب. لما ارتاحت روحي ليه وعرفت طعم الدنيا بيه، مشيت خلاص وما قلتليش انا اعمل ايه، هتنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته روحه فيك، وازاي حيجي له حبيبي له لو مش لاقي بعد ما ارتاحت روحي ليه وعرفت طعم الدنيا دي، مشيت خلاص وما قلت ليش انا هعمل ايه، هتنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته روحه فيك، وازاي حيجي له حبيبي روح لو مش لاقي، انا قلبي كنت بخاف عليه شفتك معرفش تراني، حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت ليه، كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا ترتاح لي بال، ريحني وقول لي ازاي البعد هقدر عليه، الأيام فاتت أوام وكأنه يا دوب مرة وسلام، وأنا لسه حبيبي بعيش غرام وبقول يا ليه، على قد ما بتمناك في يوم ترجع لي وأشوفك بس يوم، حاولت أنساك يوم بعد يوم ولا يوم نسيتي، أنا قلبي كنت بخاف معرفش جرالي، حبيت وخلاص ما حسبتهاش ولا قلت ليه، كان حلم ده ولا كان خيال، لا ارتحت ولا ترتاح لي بال، ريحني وقول لي ازاي هقدر عليه. سعد، سعد انت دايما صوتك جميل وقرارك حلو وصوتك الملآن دايما جيد، فأرجو لك التوفيق. سعد انت مهضوم حضورك بالحقيقة مثل ما مهضوم حضورك بالسيجمنت، ملاحظت انه لما كنت فايت كان عندك همك الاول انك تعمل جو، مع انه المقطع الكلامي هو حزين اكثر من التعبير تبعك، كان بالمقطع الثاني اعطيته حقه واعطيت الجو الحزين، كنت ايقاعيا كثير ظابط ومهضوم. سعد انا اعتبرها بدايه موفقه للبرنامج، لانك انت بدات وانا اشوف ان انت مش مجرد صوت، انت بدايه نجم ان شاء الله، الله يوفقك.
الله فيه شو بك؟ هي أهم شيء الأعصاب. كلنا نحن أعصابنا هلأ، نحن والجمهور وكل فريق العمل بتكون متشنجة خاصة بأول حلقة. فكيف أنت جيت يعني كبداية المشتركين كلهم هيك، وأنا بحسك أبدعت. أوكي، موفق.